الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً. مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية. أوكرانيا تأمر بتجديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد، وزيلينسكي يستبعد لجوء روسيا إلى السلاح النووي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، وذلك من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية ورئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومسؤولي منظمة الصحة العالمية والمجموعة الوزارية المختصة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة في تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة في المشروع تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولي، فضلاً عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل في القوى البشرية والمنظومة الصحية ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية ومصانع الإنتاج والبحوث الفنية والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية. كما تم في هذا الإطار عرض تفاصيل الزيارة الحالية للوفد الفني من كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إلى مصر بهدف تفعيل التعاون في هذا الصدد، حيث اطلع الوفد على الإمكانات المتواجدة فعلياً في مصر في هذا القطاع إلى جانب المراكز المصرية المتخصصة وكذلك المستشفيات وهيئات الرعاية الصحية، خاصة مجمع الرعاية الصحية بالإسماعيلية الذي تم تطويره على أحدث النظم العالمية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف الوصول إلى المستوى المأمول على صعيد التأمين الطبي لذوي الإعاقة الحركية. كما اطلع السيد الرئيس على زيارة الوفد الفني الميدانية إلى مركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة، والذي يقدم خدمة تأهيلية متميزة لذوي الإعاقة الحركية، فضلاً
عن مصنع الأطراف الصناعية التابع للمركز الذي يقوم بتجميع وموائمة الأطراف الصناعية وفق أحدث النظم العالمية وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية. وقد أشاد أعضاء الوفد بالإمكانات المتاحة حالياً في مصر فيما يخص مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، سواء من حيث التصنيع والتجميع وخدمة موائمة الأطراف للمرضى، بما يفتح الآفاق لإنشاء المجمع الصناعي الجديد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا و29 شركة عالمية، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية، حيث أضاف مدبولي أنه تم كذلك البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية. ولقد حرصت الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار. كما نستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة. كذلك تم البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية، لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمي ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تفتح ذراعيها لأي استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف. كما أشار مدبولي إلى أن الاتفاقيات ستعمل على توفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية بقيمة تصديرية تصل إلى مليار دولار سنويا. الدولة تفتح ذراعيها لأي استثمارات جديدة جادة تحقق قيمة مضافة واستفادة متبادلة لجميع الأطراف. كما أعرب عن سعادتي بهذا العدد من الاتفاقيات مع 29 شركة عالمية من مختلف الجنسيات، وما ستثمره هذه الاتفاقيات من توفير أكثر من 34 فرصة عمل للشباب المصري من مختلف المحافظات لخدمة الأسواق العالمية بقيمة تصديرية ستصل إلى مليار دولار سنويا. وكلي أمل أن يكون هناك لقاء آخر قريبا يتم من خلاله الإعلان عن توسعات جديدة في حجم الأعمال وتوفير عدد أكبر من فرص العمل المتميزة لشبابنا. كما شهد رئيس مجلس الوزراء بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا و29 شركة عالمية، وذلك لفتح مقرات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية. تأتي الاتفاقات الجديدة في إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فبراير الماضي، وتهدف تلك الاستراتيجية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات لتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، وذلك عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة على النحو الذي يسهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن موافقة المجلس على الوثيقة جاء بعد عرضها على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها. من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد. وأكد رئيس الوزراء أنه بعد عرض الوثيقة على رئيس الجمهورية سيتم البدء في مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة، والاستمرار يدا واحدة دولة وقطاعا خاصا في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن المؤسسات الدولية عبرت في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصرية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والمعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010. تهدف تلك الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تفعيل القوانين الضريبية المحلية بأفضل شكل ممكن مع احترام الحقوق الأساسية للممولين دافع الضرائب. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة إيميا باور الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة 1,100,000,000 دولار. وبموجب الاتفاقية سيتم البدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوميمبو بمحافظة أسوان بطاقة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاوات. ويوفر المشروعان الطاقة النظيفة لأكثر من 687,000 أسرة، فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماعه أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، وتظهر البيانات الأولية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 بواقع 4.4%، وذلك رغم التحديات العالمية، فضلا عن التوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما استعرض الاجتماع تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع صندوق النقد الدولي وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة. أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي نجاح مصر في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة بها على قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو. ويأتي هذا وفقا لما أعلنته اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي خلال دورتها 17 المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط، بعد أن حشدت مصر تأييدا واسعا وصل إلى حد الإجماع. وأشاد مجلس الوزراء بإحراز هذا النجاح الكبير الذي يؤكد أن الدولة المصرية حافظت على تراثها العريق عبر مئات السنين. أكدت وزارة العدل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على أحد المحاور الجديدة تكريما له عن رحلة عطائه القضائية المميزة. وفي بيان لها أكدت وزارة العدل أنها تتقدم وجموع القضاة في كل الجهات والهيئات القضائية بأصدق الشكر والامتنان للرئيس السيسي على هذا التكريم، والذي يؤكد تقدير سيادته لرجال القضاء المتميزين ولدورهم الراسخ في خدمة وطنهم. وسيطلق اسم النائب العام الأسبق على المحور الجديد الجاري تنفيذه شمال شارع 9 بمنطقة المقطم. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجية أعصار 65، والذي تنفذه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانية ويستمر لعدة أيام، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وفي ختام المشروع أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بالأداء المتميز الذي ظهرت عليه العناصر المشاركة بالمشروع، كما طالبهم بالحفاظ على المستوى الراقي والكفاءة القتالية واستعدادهم الدائم للحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد إحدى النظم ومقلدات الرماية المايلز بإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانية للاطمئنان على تحقيقها أقصى درجات الواقعية خلال مراحل التدريبات المختلفة. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية التدريب الجوي المشترك مينا 2، وذلك بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين، وذلك بإحدى القواعد الجوية المصرية. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار. وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف. يأتي هذا التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة التي يتم تنفيذها في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية واليونانية في العديد من المجالات المختلفة. قامت وزارة الداخلية بتلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضيا في أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمي والمنعقد بالصين خلال يومي 29 و30 من نوفمبر تحت شعار التعاون الأمني من أجل الازدهار المشترك. يأتي المؤتمر بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة وتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.
وخلال المؤتمر قامت وزارة الأمن العام الصينية بتكريم وزير داخلية محمود توفيق بمنحه ميدالية سور الصين العظيم الذهبية التي تعد من أرفع الأوسمة الصينية التي تقدم لمسؤولين غير صينيين، وذلك تقديرا من الجانب الصيني للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنية الثنائية في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها. قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتوفر المبادرة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 60%. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تدور بالبيئة. هذا وقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها التفتيشية المكبرة، حيث استهدفت عددا من المصانع والمخازن غير المرخصة بنطاق مديريات أمن الجيزة، وأسفرت عن ضبط 5 مصانع ومخزن بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة وتداول المنظفات والمطهرات المنزلية ومنتجات الألبان وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة، وبلغ إجمالي المضبوطات 41 طن و 32 ألف قطعة مواد خام صلبة وسائلة مجهولة المصدر، و 19 طن مواد غذائية بدون ترخيص، وقرابة 4 أطنان مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر، وقرابة نصف طن و 12500 متر مخلفات نحاسية وبلاستيكية ومنتج نهائي لأسلاك وخراطيم كهربائية بدون موافقات بيئية. واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة لحماية الثروة الزراعية، أسفرت عن ضبط 3 مصانع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بداخلهم كمية تزن 710 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية. الأجهزة الأمنية شنت حملة أمنية مكبرة بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت تلك الحملة وفي مجال حماية الثروة الزراعية عن ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية بإجمالي مضبوطات قرابة 8 أطنان منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مخصبات ومبيدات زراعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية البيئة تم ضبط مصنعين ومخزن بدون ترخيص بالقليوبية لتعبئة وتداول المنظفات والمعطرات المنزلية وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخاطرة بإجمالي مضبوطات قرابة 113 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، وأكثر من نصف طن مواد خام لنفايات إلكترونية خاطرة ومحظور حيازتها أو تداولها بدون ترخيص. كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها بنطاق مديرية أمن المنوفية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 مصانع و3 محلات ومخزن وشركة جميعها بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية بإجمالي مضبوطات 42 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة متنوعة بدون ترخيص، وكذا مغشوشة ومقلدة، و66 طن أسمدة ومخصبات زراعية متنوعة بدون ترخيص، ونصف طن ملح طعام بدون بيانات.
كما تم ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات والمعطرات المنزلية بمنوفية بإجمالي مضبوطات 23 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومعطرات منزلية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 672 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 993 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط قرابة 74 طنا. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 867 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 45 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 928 قضية من بينها 245 قضية خبز ناقص الوزن و259 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. التقى وزير الخارجية سامح شكري في مستهل زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما. التقى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو، وأتمنى شكري خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدا التزام مصر ودعمها لدور المنظمة. كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لمشاركة المنظمة في مؤتمر كاب 27 بشرم الشيخ. من جانبه هنأ مدير عام الفاو وزير الخارجية على نجاح مصر المتميز في مؤتمر المناخ وقيادتها المتميزة للمفاوضات حتى الوصول إلى وثيقة متفق عليها. وأكد الجانبان تطلعهما إلى العمل عن كثب لتحقيق رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعالم خال من الجوع. انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الرابع للمياه في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت رعاية دولة فلسطين. يحمل المؤتمر شعار الأمن العربي المائي من أجل الحياة والتنمية والسلام، ويحظى بحضور رفيع المستوى من قبل وزراء المياه العرب. ويتزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس وزراء المياه العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مناقشات واجتماعات هامة استضافتها جامعة الدول العربية حول قضية الأمن المائي العربي بدأت بالمؤتمر الرابع للمياه الذي نظمته دولة فلسطين لوضع حلول استراتيجية لقضية المياه في المنطقة بمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، ليكون المؤتمر منصة دولية يجمع شركاء وأصحاب القرار للدفاع عن حقوق المياه. الوقوف كدول عربية شقيقة بشكل متعاضد بموضوع المياه، الوقوف على ضرورة تحقيق الأمن المائي عبر أولا الدفاع عن حقوقنا مع البلاد الأخرى، وأيضا عبر الاستعمال الأمثل للمياه المتجددة في القطاعات المختلفة إن كان في الزراعة أو في استعمالات الخاصة. احنا في هذا المؤتمر اخترنا شعار أن يكون يعني المؤتمر العربي الرابع من أجل الحياة والتنمية والسلام، وهي يعني هذا الشعار يختصر الحالة العربية بشكل عام في الموضوع المائي اللي أصبح اليوم الهم الأكبر، كيف نستطيع أن نحقق استراتيجية الأمن المائي المقرر من مجلس وزراء المياه العرب. وبالتأكيد أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية. احنا بنعرف أنه أكثر من 60% من الموارد المياه العربية في الدول العربية تأتي من خارج حدودها. تأتي أهمية عمل هذا المؤتمر في هذه الأيام أول شيء لوجود التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية،
والشغل الثاني أو الهدف الثاني للوصول إلى أمن مائي عربي. المناقشات استمرت بعقد الدورة 14 لمجلس وزراء المياه العربي بتسليم دولة لبنان الرئاسة لدولة ليبيا، وتم التشاور حول أجندة عمل المجلس لهذه الدورة ومداخلات الدول الأعضاء لدعم الموضوعات التي تشجع الدول على العمل الاستراتيجي العربي المشترك لتحقيق أهداف الأمن المائي العربي وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج المشتركة لتقديم خدمات المياه بكفاءة للشعوب العربية. حقيقة الدور 14 نطلع إلى صدور قرارات مهمة، خصوصا وأن هذه الدورة تأتي بعد نجاح الكبير لانعقاد قمة كوب 27 في شرم الشيخ، والتي ضمن ما أنتجته هذه القمة هي صندوق للخسائر والأضرار وفيما يتعلق بالانبعاثات، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار السلبية لتغير المناخ على الموارد المائية. حقيقة تقدمت عروض من كافة الدول العربية، وكانت كلها عروض حقيقة يعني صب في صالح الأجيال القادمة في تحقيق الأمن المائي. جلسات عديدة ناقشت تحديات ندرة المياه والحلول نحو تحسين تخصيص المياه في الزراعة في المنطقة العربية في ظل هذه الظروف، للخروج بتوصيات لعرضها على قمة المياه في مارس 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكون المنطقة العربية حاضرة في كل المحافل الدولية للدفاع عن قضاياها. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن كييف كلفت بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد. ويأتي هذا الإجراء عقب إصابة موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة في انفجار داخل السفارة أثناء تعاملها مع الرسالة. من جهتها، فرضت الشرطة الإسبانية طوقا أمنيا حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد. من جهة أخرى، استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي في أوكرانيا. ذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على أنه من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية حتى لو كانت تتعلق فقط بأسلحة تقليدية. هذا وأضاف وزير الخارجية الروسي أيضا أن الغرب يضغط على أوكرانيا لمواصلة القتال ضد روسيا. في الوقت نفسه تتواصل للشهر التاسع على التوالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يواصل وزراء خارجية دول حلف الشمال الأطلنطي النية اجتماعهم في العاصمة الرومانية بوخارست لليوم الثاني لبحث الأزمة الأوكرانية. ويبحث الوزراء اليوم سبل زيادة الدعم للشركاء الذين قال المسؤولون إنهم يواجهون ضغوطا روسية. ويسعى الوزراء إلى تهدئة مخاوف الدول المجاورة لروسيا التي تخشى أن تزعزع موسكو استقرارها في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا. وتعهدت دول الحلف بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا لإصلاح الأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في بوخارست على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطي الناتو. وقال بلينكن إن اجتماع وزراء خارجية الناتو ركز على الدعم الأمني والاقتصادي لأوكرانيا لمواصلة التعامل مع العملية العسكرية الروسية. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن شكره للولايات المتحدة لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا وتوفير احتياجات الطاقة التي تحتاجها لحماية سكانها والعيش خلال فصل الشتاء. وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا
بأنها همجية على حد وصفه. واستنكر بلينكن بعد اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلنطي الناتو في بوخارست قصف روسيا لأكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكرانية، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام. وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة تؤيد الحاجة إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا، لكن ضربات موسكو أظهرت أنها ليست لديها مصلحة في تحقيق ذلك. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حلف شمال الأطلنطي الناتو لا يهتم بتحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا. وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أن وعود الناتو بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا تدل على رغبة الحلف في إطالة أمد القتال. كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يؤدي إلى تسريع عملية تسليح المنطقة القطبية الشمالية. أعلنت بريطانيا فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عددا من المسؤولين الروس عن التعبئة العسكرية للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا. وكان من بين الأشخاص المشار إليهم في العقوبات نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، الذي قالت بريطانيا إنه مسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة الروسية وتجهيز القوات الاحتياطية. ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قرار موسكو بالتعبئة العسكرية بأنه محاولة يائسة للتغلب على الأوكرانيين. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. معدل التضخم في منطقة اليورو يتراجع للمرة الأولى منذ 17 شهرا. أكد معهد يوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 10% في نوفمبر بالمقارنة مع 10.6% في أكتوبر، وذلك في أول تراجع منذ يونيو 2021. هذا وقد كان يسجل التضخم في كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع في الأسواق على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. أكد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية أن الاقتصاد الفرنسي حقق نمواً ضئيلاً في الربع الثالث من عام 2022، بينما انخفض إنفاق الأسر بأكثر من المتوقع في شهر أكتوبر، وظل التضخم عند مستوى 7.1 في نوفمبر. وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تراجع في أكتوبر الماضي ووصل إلى 2.8% على أساس شهري، مقابل توقعات بانخفاض يصل قدره إلى 6.6%. أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت مصادر إن مخزونات الخام تراجعت بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، وزادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل. صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لعرقلة إضراب محتمل لعمال السكك الحديدية، وصوت المشرعون ب 290 صوتا مقابل 137 لفرض عقد مبدئي على 12 نقابة تمثل حوالي 115 ألف عامل، وذلك بعدما حذر الرئيس جو بايدن من التأثير الكارثي لتوقف السكك الحديدية الذي يمكن أن يبدأ في 9 ديسمبر. كما صوت مجلس النواب بشكل منفصل ب 221 صوتا مقابل 207 أصوات لمنح 7 أيام إجازة مرضية مدفوعة الأجر لموظفي السكك الحديدية. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية الاشتباه في تحليق قاذفتين صينيتين وطائرتين روسيتين فوق بحر اليابان. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن قوات الدفاع الذاتي الجوية قامت بإرسال طائرات مقاتلة ردا على ذلك، مشيرة إلى أن القاذفتين الصينيتين حلقتا عبر مضيق تسوشيما في جنوب غرب اليابان من بحر الصين الشرقي
إلى بحر اليابان، بينما عكست الطائرتان الروسيتان المشتبه بهما اتجاههما من الجنوب واتجهتا نحو الشمال فوق المياه القريبة. قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالاقتلاع الفوري لطائرات مقاتلة بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين وست طائرات حربية روسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات من اتجاه بحر اليابان والمعروف في كوريا الشمالية باسم البحر الشرقي، وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز TU-95 ومقاتلات سوخوي-35. قال محافظ الغربية طارق رحمي إن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة تستهدف مركز زفتة بإجمالي 651 مشروعا، وبلغت نسبة التنفيذ في المشروعات المستهدفة حوالي 76، وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكباري وغيرها من القطاعات الخدمية. وأكد المحافظ أنه يتم حاليا تنفيذ 8 أسواق وخمسة مواقف سيارات وثماني نقاط إطفاء، ويصل متوسط نسبة التنفيذ إلى 60%، وتم الانتهاء من 8 مجمعات من إجمالي 9 مجمعات سيتم إنشاؤها في القرى المستهدفة بمركز زفتة. أكد محافظ المنيا أسامة القاضي أن مديرية الصحة بالمحافظة أطلقت قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للكشف المجاني على المواطنين التي تم تنفيذها بقرية معصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار خلال يومي 28 و29 من نوفمبر. وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2003 حالات مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا زيارة لطلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز فرشوت قرية العركة. ووضح منسق مؤسسة حياة كريمة للطلاب المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرات الرئاسية بقرى المركز ومحاور المبادرة وكذا المبادرات التي قامت بها المؤسسة، وشرح كيفية رصد احتياجات الأهالي بالإضافة للعمل على تنفيذها مرورا بمتابعة المشروعات حتى انتهاء تنفيذها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن انتشار حالات إصابة بوباء الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بمحافظة شمال سيناء. وأكد المركز الإعلامي أنه بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومحافظة شمال سيناء أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس بالمحافظة، وأوضحوا أنه فور تداول أنباء عن وجود حالات مشتبه بإصابتها بين طلاب تم توقيع الكشف الطبي العشوائي على طلاب المدارس، وتبين خلو جميع نتائج الكشف الطبي من وجود أي حالات إصابة. أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن التعاون مع وزارة الداخلية في استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءا من السبت المقبل ولمدة أسبوع. وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم أكدت أن هذه الإجراءات التيسيرية تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتيسير عليهم، وتأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لهم المحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر من كل عام.
تلقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة تقريرا حول أبرز النتائج التي حققتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والمحافظين، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وذلك بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية. أضاف وزير التنمية المحلية أن التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أن الوزارة ركبت 3,100,000 كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالي 2,600,000 جنيه. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وفدا من شركة نرويجية، والتي تمثل الشركة الأجنبية مع الهيئة المصرية العامة للبترول. وخلال اللقاء أكد وزير البترول أن مشاركة الوزراء ورؤساء الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية في يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ أعطى زخما متميزا لصناعة البترول والغاز لتكون أحد الحلول التي تساهم بدور فعال في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الارتقاء بمنظومة الصيانة يأتي على قائمة اهتمام قطاع البترول لدورها الفعال في خفض الانبعاثات. استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية برئاسة السفير جوزي أوكتافيو سفير المكسيك، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرية بالإسماعيلية. وتهدف الزيارة إلى التعرف عن قرب على مستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس، كما ضم الوفد سفراء وقائمين بعمل سفير من 11 دولة. كما شملت الزيارة مشاهدة مناورة تدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحرية، تلاها القيام بجولة بحرية بقناة السويس الجديدة، ثم تفقد أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية واستاد هيئة قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات للجلسة آخر جلسات شهر نوفمبر وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقية 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 870.4 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 13,259 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 2583 نقطة، وهبط مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 10% ليغلق عند مستوى 3740 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 53 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 61 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 25 جنيها فاصل 42 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 51 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترلين إلى 29 جنيها فاصل 47 قرشا للشراء و29 جنيها فاصل 58 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 68 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 70 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 53 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 55 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى
1760.56 دولارا للأوقية، ومحليا سجل عيار 18 نحو 1264 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1475 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1686 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 11800 جنيها. كشف معهد البترول الأمريكي عن أن مخزونات النفط بالخام بالولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. كما تراجعت مخزونات الخام بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا جزيلا لك ميرنا. أكدت محطة الفضاء الصينية وصول 3 رواد فضاء صينيين في أول تناوب بين طاقمين في المدار التاريخي الخاص بالفضاء الصيني، ليبدأ تشغيل ثاني موقع مأهول في مدار أرضي بعد محطة الفضاء الدولية التي تقودها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا. هذا وانطلقت المركبة للفضاء سانشو 15 الصينية على متن صاروخ لونج مارش 2F من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبا بشمال غرب الصين. اختتمت جامعة أسيوط فعاليات شهر المناخ تزامنا مع تنظيم مصر لقمة العالم واستضافتها لقمة المناخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تضمنت الاحتفالية التي حضرها مجلس جامعة أسيوط ومحافظ أسيوط ماراثون للدراجات من 500 طالب، وافتتح رئيس الجامعة معارض مستقبلنا الأخضر لمختلف كليات الجامعة. هذا وقد بعث الحاضرون ببرقية شكر ودعم وتأييد للرئيس السيسي في المحافظة على البيئة وحماية العالم من التغيرات المناخية. النهاردة بنحتفل في جامعة أسيوط بنجاح هذا المؤتمر العالمي بفضل الله اللي استضاف أكثر من 190 دولة وحقق نجاح يشهد له القصوى الدين. النهاردة كل الأنشطة اللي اتعملت على مدار هذا الشهر بنجمعها في مكان واحد، بنعمل احتفالية بهذا اليوم العالمي، سواء ابحاث علميه، سواء انشطه رياضيه، سواء انشطه مجتمعيه، كل ما تم خلال هذا الشهر بيتوج اليوم باحتفاليه جامعه اسيوط. من هذا المنطلق بنتابع وبنكرم وبنعد ونضع خططنا المستقبليه، مش فقط عام لهذا العام ولكن لكل ما هو قادم. سوف نعمل كما وعدنا، وان شاء الله شهر نوفمبر من كل عام هيكون شهر المتابعه وشهر التقييم وشهر الدعم وشهر التواجد الذي نقيم فيه أعمال العام كله، والذي نعمل فيه مشاركة مع جميع الهيئات والمؤسسات من أجل هذا الوطن. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة، نعود فيها من جديد إلى ميرنا إيهاب. تفضلي ميرنا. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن جولة في أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على حساب نظيره فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر. وسجل هدف منتخب تونس اللاعب وهبي الخزري في الدقيقة 58 من عمر المباراة في واحدة من أجمل عروض نصور قرطاج عبر تاريخهم في نهائيات كأس العالم. وبهذه النتيجة تصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين وهزيمة وتسجيل 6 أهداف وتلقى 3.
وضع ماثيو ليكي المنتخب الأسترالي في الدورة الثامنة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بتسجيله هدف الفوز على الدنمارك على ملعب الجنوب الوكرة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر 2022. وسجل مهاجم ملبورن سيتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 ليمنح أبطال آسيا لعام 2015 بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. ورفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني للمجموعة مقابل نقطة يتيمة للدنمارك. تجرى حاليا مباراتان ضمن الجولة الثالثة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر. إحدى المباراتين تضم منتخبي الأرجنتين وبولندا، حيث يبحثان عن النقاط الثلاث لضمان التأهل، خاصة وأن منتخب بولندا بقيادة أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي يأمل في الحفاظ على صدارة ترتيب المجموع برصيد 4 نقاط، بينما يحل منتخب الأرجنتين في المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط. والمباراة الأخرى يواجه فيها المنتخب السعودي نظيره المكسيكي ويحتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تأتي المكسيك في بيت القائمة بنقطة واحدة. تتواصل غدا مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وفي مباريات الغد يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره البلجيكي، بينما يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، وتلتقي ألمانيا مع كوستاريكا، في حين تواجه اليابان منتخب إسبانيا. فاز فريق بيراميدز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد الماكس بالأسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. وبهذا الفوز ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة واحدة في المركز 16 بجدول ترتيب المسابقة. وسجل فخري لاكاي لاعب بيراميدز هدف التقدم لفريقه في مرمى حرس الحدود من ركلة جزاء في الدقيقة 54 من عمر المباراة. وتصدر فريق غزل المحلة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت عقب الفوز على نظيره الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهم على استاد الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة البطولة بنتيجة ثنائية نظيفة. فاز فريق أنبي على البنك الأهلي ب3 أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وبهذا الفوز يرتفع رصيد أنبي للنقطة الخامسة محتلا بها المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد أنبي عند النقطة الخامسة في المركز 9. انتهت الجولة الرياضية، العودة لكم مرة أخرى محمد وإيمان. شكرا لك إيمان. ومشاهدينا الآن نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يضع من الزهور في مقبرة أرلينغتون الوطنية، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة.
تحل اليوم الذكرى 34 على رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يعد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أحد أبرز أعلام قراءة القرآن البارزين، والذي حاز العديد من الألقاب من بينها لقب صوت مكة. صوت السماء، أمير دولة التلاوة. إنه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم قبل 33 عاماً. ولد القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عام 1927 بقرية المرعزة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، حيث نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظاً وتجويداً. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ عام 1952، وانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره. جاب الشيخ عبد الباسط العالم شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل بفلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، ومعظم المساجد بدول العالم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم لما يقرب من نصف قرن. نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زادت قيمتها وارتفع قدرها. رحم الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن موعد وقفتنا الخاصة باستعراض أخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية لديك ميرنا، تفضل. شكرا لكما محمد وإيمان، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيانا بدرجة الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. العظمى بالقاهرة 24 درجة والصغرى 14، الأسكندرية 23-14، مطروح 23-13، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14، العريش 23-13، طابة 25-14، شرم الشيخ 27-19، الغردقة 27-18. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 13، أسوان 28-14، الوادي الجديد 27-7، شلاتين 28-21، وأخيرا حلايب 25-20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. بلقطة اليوم نصل مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة، بقي نذكركم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يواجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا. مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات و29 شركة عالمية. أوكرانيا تأمر بتجديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها بعد الرسالة المفخخة في مقر بعثتها بمدريد، وزيلانسكي يستبعد لجوء روسيا إلى السلاح النووي. ختم نشرتنا لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم مع يوسف الحسين. أهلا بك يوسف. إيمان ازيك يا إيمان؟ ازيك يا عبدو؟ عاملين إيه؟ أخباركم إيه؟ كله تمام؟ إحنا تمام الحمد لله الحمد لله. شفتوا الماتشات اللي شغالة دلوقتي؟ المفروض انه السعوديه بتلعب مع المكسيك مش كده؟ السعوديه والمكسيك وتونس النهارده عملت انتصار عظيم. تونس عملت ماتش حلو عظيم يعني. وكسبوا فرنسا. وايه اللي بيحصل؟ الظاهر الموازين هتبدا تتغير. صحيح. يعني هي ودعت المونديال ما تاهلتش لدور ال 16 لكن صحيح. تحيه طبعا اداء بطولي وعظيم جدا جدا صحيح. جدا يعني عجبني المغرب عاملين ماتشات حلوه صحيح. جدا هو تفوق لافت للمنتخبات العربيه صحيح. والافريقيه صحيح. واضح جدا مذهل حاجه بعد كده انا حاسس انه الميزان هيتقلب بقى يعني يبدا بعد كده تبقى المنتخبات المنتصره عندنا هنا في المنطقه العربيه ونبدا بقى نعلم على المنتخبات الاوروبي لا ده احنا معديين والله يا رب يوفقهم جميعا واتمنى بقى ان السعوديه تستمر في تصدرها للمجموعه بعد ما تكسب المكسيك وتلعلعنا وتشرفنا كده قدام العالم باذن الله. شكرا لكم واستاذنكم نبدا احنا البرنامج مهم قوي يا جماعه انا مستعجل انا مش عارف اعمل ايه هنبدا الفقرات بقى.